في حبي يأذيه الديوخ من كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حبي يأذيه الديوخ من كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. صفحة قديمة خلاص وهتتنسي كالعادة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهايات متعادة. صفحة قديمة خلاص وهتتنسي كالعادة، ايه ده؟ مالك يا فارس؟ حاضر يعني بمرة. حبيبي حبيبي يا دنايا، ليه يا حبيبي قاعد عريان كده؟ ها؟ وبعدين معاك يا فارس، احنا مش قلنا مليون مرة اللعب بالنار ممنوع؟ مش هنقول هو خوف من غير ترضى؟ ثانية واحدة حبيبي، di torta. يلا عشان نقول هوف. انت مش هتفطري معاهم؟ بسم الله على مقامك يا حبيبتي، ده مش للفطار، ده عشان وشها. اصلك الجو عندكم في مصر مهبب، يقشف الوش كده ويقدده. وفاء. نعم. ماما فين؟ خرجت اديلها ساعة وقالت راحت تشتري حاجة. حاجة؟ حاجة ايه؟ دي ما معهاش عربية. والنبي ما قالت، بس تلقاها راحت تشم شوية هوا وزمانتها جاية. ما تقلقيش يا حبيبتي، شكلها كان كويس. أيوة يا ماما. انت فين؟ حاجة ايه؟ ومنين؟ ما تيجي يا زيزة بنتي تفطري معانا، ده حتى مرات خالد توصيه قوي بقى. ايه؟ طيب مستنياكي. باي. فين همك؟ تيجي تفطر معانا. كانت بتجيب حاجة وخلاص وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفاء، هات اطباق وشاك وسكاكين وتعالي بسرعة. ايه ده؟ ايه اللي انت جايباه ده؟ دكتور طيب عشان عيد ميلاد اخوكي، انت نسيتي ولا ايه؟ فارس هو انت عندك اخ تاني غيره؟ انتوا مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان انا اتجننت. الحكايه كلها ان فارس جالي في المنام وقال لي ان هو عايز تورتاي. ماما مش ننزل قرايب بابا؟ اه يا حبيبي قرايب بابا. طب ليه هم اغنى مننا؟ عشان هم عندهم راجل، لكن احنا الراجل بتاعنا ربنا اختاره. مش انا الراجل. يبقى خلاص يا حبيبي، ان شاء الله هنبقى اغنياء. راجل ايه وانت عندك 6 سنين؟ اوعي تمد ايديك على اخوكي، ده الراجل بتاعنا دلوقتي. عمرك سمعت ان في ست بتمد ايديها على الراجل اللي بيحميها؟ شطوره حبيبتي، يلا بينا يلا. مشيرة ازيك يا حبيبتي؟ كويس قوي انك عرفتي توصلي بسرعة. بت ولا الله الله سيبيهم براحتهم. في ايه؟ ايه ده سيد؟ هو اللي وصلنا لحد هنا. تعالى يا حبيبي ادخل. ابويا يزعل. لا يا حبيبي ما تخافش، انا هكلم ابوك. ولا انت بقى مش عايز تاكل من تورته امجد؟ يلا ادخل العب مع الولاد. اتفضل يا مشيرة. بسم الله ما شاء الله، بيتك حلو قوي يا رؤية. والله تعبني قوي يا مشيرة، ما تتخيليش قد ايه. كل حاجة عملتها بنفسي. ربنا يخليك ابراهيم. ابراهيم؟ هو ابراهيم بيعمل حاجة؟ كل اللي عليه يبعت لي القرشين من السعودية، وبعدين بقى اختاري العمال يا رؤية، نقي العفش يا رؤية، ادفعي قسط الشقة يا رؤية، لما خلاص رؤية هرب يطلع لها الشنبرية. سيب البنوره دي بتاعتي. وبعدين يا فارس. ايه ده امجد؟ ولا تعالى هنا. عيب كده يا حبيبي، عيب كده. ده اللي انت بتعمله ده، حد يعمل كده مع ماما؟ ماما شايف الشم بتاعهم الاول ازاي؟ ازاي انت بتجيبهولي؟ عشان ده شمع عشان عيد الميلاد، لكن الشمع اللي احنا بنجيبه في البيت عشان لما النور يقطع. طب انا عايز عيد ميلاد دلوقتي يا فارس. ماليش دعوه، انا عايز عيد ميلاد. اشمعنى امجد؟ ماليش دعوه. اشمعنى هو عيد ميلاد ولا لا؟ عشان ما يعني اغنى مننا. شش وطي صوتك، لما نروح هعمل لك عيد ميلاد. حاضر اسكت. عيد ميلاد ايه؟ لسه فاضل على عيد ميلاده 7 شهور يا حبيبي. هو عيد ميلاده النهارده؟ لا، بعد 7 شهور. مش هو اللي عايز يا زيزي. سيبك منها يا مشيرة، تلاقي يا حبيبي دلوقتي بيحتفل فوق مع الملايكة. مش كده ولا ايه يا رشاد؟ معلوم، الملايكة دايما بتحتفل بالروح الطيبة، وده علامة. 3 بالله العظيم علامة. هي اتأخرت كده ليه؟ يا وفاء. يا لهوي، انت ايه جابك الساعه دي؟ الله، ده رايقه ولا ايه؟ انت مش ناوي بدأتك تشوف خلقتك قبل العيد ما يخلص ولا خلاص استحلتيها؟ استحلت ايه؟ عندنا ميت يا صبحي، ميت. انت ايه ما بتفهمش؟ استغفر الله العظيم. فين يا وفاء؟ يا بسبتي امشي دلوقتي قبل ما اشوفك ونروح في دوكك. ما تشوفني وانا جاي اسرق. تسرق؟ ما انت سرقت قبل كده يا صبحي، عملتها يا اخويا قبل كده، والحمد لله ان هم طردوك لوحدك وسابوني. امشي بقى. انا ما سرقتش يا وفاء، وديكي شايفه اللي سرقني ربنا عمل فيه ايه. يا لهوي انت شمتان فيه يا صبحي. اللهم انا شماته يا ستي، بس برضك ما يمنعش ان ربنا خد حقي من العالم الساوي اللي ظلموني وقطعوا عيشي. ربنا ولا انت يا ابن الكلب، ربنا ولا انت يا ابن الكلب. ست مش كده، ما تخليش. يا رشاد يا سيدي والله العظيم يا رب سيدي. ربنا هو اللي بيرزق يا ستي، وربنا ما يرضاش المنتهى من الجبار. والله انا عملت لها حاجه يا ستي، انا قلت لك ولادك دول. هاتوا يا رشاد، هاتوا يا رشاد، هاتوا. والله ما عملت، والله ما عملت. انت مالك مكتومه ليه؟ اتفضلوا. صباح الفل يا شغل. اهلا اهلا صبحي. هي امي مش جايه ولا ايه؟ خش جوه دلوقتي يا بنت الكلب، مش فايقلك. ايه يا صبحي بس في ايه؟ مزاجك مش رايق يا صاحبي. بقول لك يا سلم مفيش حاجه لينا، دماغي مليانه مظاهرات. لا مظاهرات، ربنا يكفينا الشر. عينيا ليك. هوبا، عايزينك في كلمتين. ايه يا عم سعد؟ ايه يا اخوانا؟ هو البيبي ما وروش غيره ولا ايه؟ والله لو مش عاجبك تعال معانا انت كمان. خلاص يا عم سعد، خلاص خلاص. بقول لك ايه، شوف المحامي كويس انه بادي جنايه. يلا يا اخويا. يخرب بيتك عملت ايه؟ يخرب بيتك يا اخويا. الحق يا ابونا، ابوكي بياخدوه. المحامي واجي لك بسرعه. يلا هنعمل وكيل سيبوه. خشي يا بنتي جوه، اقفلي على اخواتك. خشي مع الف سلامه، جاي لك على طول يا صبحي. يا لهوي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اه يا ليلي اصلا. اتصل يا زيزي شوفوهم مسكوه ولا لسه. حاضر يا ماما، بس انتي متاكده ان هو فعلا؟ بقول لي سامعاه وقلت لي 2، انتي ما سمعتيش هو قال ايه في المطبخ. ابن الكلب يا صبحي، ابن الكلب. في حاجه يا وفاء؟ ما تظنيش ليه عايش في البيت ده بهدل جارة. هو انتي في حد قالك تسيبي الشغل؟ لا بس ايه؟ شكلك انتي اللي عايزه تسيبينا وتمشي. حد برضك يقطع عيشه بايده؟ خلاص يبقى تخليكي في اكل عيشك، ولو عايزه يومين اجازه تروحي تطمني على بناتك مفيش مشكله، واعتبريها اجازه مدفوعه. في ايه بس؟ بتعيطي ليه دلوقتي؟ صبحي جوزي وانا عارفاه لسانه يتفتله بلاد وايده اتقل من ايد الهون، بس ما يعملش حاجه من اساسه. هو لو كان يعرف يعمل حاجه كان ده بقى حاله. خلاص ما تخافيش، ما دام فعلا ما عملش حاجه يبقى اكيد هيطلع براءه. خلاص بقى بطلي عياط وما تتاخريش علينا في الاجازه. ها قال لك فين بقية الجثة؟ لا لسه يا باشا. لا يا بشير، أنا مش عايز أسمع كلام ما يعجبنيش. الواد ده يجي يمضي ونخلص. تمام يا فندم. الحمد لله، شكلنا هتبيت في بيوتنا. ما تفرحش قوي كده، لسه مش عارفين فين بقية الجثة. تفتكر هيتكلم؟ والله لو هو اللي عملها هيتكلم. أنت عارف بشير. أهلاً. متهم يا نادر بيه. ايه ده يا صبحي؟ ده اوعى يكون في حد مد ايده عليك. لا ما حصلش يا باشا. امال ايه اللي في عينك ده؟ دي خلقة ربنا يا باشا وراسها. طيب قول لي بقى، مين قتل فارس؟ انا يا باشا. يا خرابي، مفيش حاجه في مكانها، مفيش حته يتقعد فيها. حرام عليكم. وانتي مش جزمتك دي، وانتي مش دي حاجتك ولا حاجه الجيران. امسكي يلا دخلي الحاجه جوه. وايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابوكوا اسود، انتوا حاطين الزباله تحت السجاده يا ولاد الكلب. انا سايبه 3 بنات في البيت، ربنا ياخدكم، جاتكوا القرف في اشكالكم. ما تفكيها بقى يا اوفا، هو اول مره يجوا ياخدوه على الاسم؟ ما كلها سواد الليل وهيطلع لك بالشخط والزعيق بتوعه. بس المره دي غير كل مره يا رضا. المره دي فيها عشماوي، المرة دي فيها عشماوي. طيب تعالى نبتدي من الأول. كنت فين ليلة الحادثة؟ كنت مع القتيلة سعادة الباشا. فين يعني؟ ما تأخذنيش في السؤال يا باشا. هو حصل فين؟ ما تتعلم في الكلام يالا، مش عارف قتلته فين؟ معلش يا باشا، أنا بنسى وراسة. قول لي يا باشا فين وأنا خدام الحكومة. كنت فين ليلة الوقفة؟ كنت تحت يا باشا. تحت فين؟ في المنشية؟ لا يا باشا، كنت في الحجز بايت في حماكم يا باشا، ربنا يخليكم لينا. هو الواد ده كان فين ليله الوقفه يا باشا؟ في الحجز زي ما قال لي سعادتك، كان قاعد بيحشش في القهوه وانا عبطت عليه دخلته الحجز، وجيه تاني يوم المحامي بتاعه طلعه. وانت ما فيكش مخ؟ يعني الراجل كان في القاهره ليله الوقفه؟ في الحجز في القاهره يا باشا. طب والحادثه حصلت امتى يا بشير؟ ليله الوقفه. فين يا بني ادم؟ في السخنه يا باشا. مشي الراجل ده واطلع بره يا بشير، مش عايز اشوفك النهارده خالص. بس ده اعترف يا باشا. ايوه انا اعترفت يا باشا. اطلعوا بره انتوا الاثنين بدل ما اطلعكم الدنيا كلها. اتفضل يا بشير. حاضر يا باشا. انا اعترفت يا باشا، انا اعترفت. امشي يا ولد. حاضر. ايه ده؟ الناس دي بتضرب ايه يا محمد؟ علم علمك يا باشا، والله انا لو اعرف مش هتاخر. والولايه امه دي كمان، كل ما حد يجي يشتم ابنها تقول قتله. مش هنخلص بقى يا محمد. عايزك تجرجف الاسم يا استاذ، لازم يطلع. ها؟ عينيا. الحمد لله على السلامة يا صاحبي، ده أنا كنت جاي لك بالأستاذ أهو. الله يسلمك يا سلامة، شايلك لا عذر. رقبت ليك، أنت لسه هنا يا أستاذ؟ ما خلاص يا وش الساعة، ده الراجل طلع قدامك. يعني إيه يا سلامة؟ والمشوار ده اللي أنا عامله ده بلوشي؟ مع السلامة يا أستاذ، ما نجيلكش في حاجة وحشة. حاجة وحشة؟ على أمي هتروحوا مني فين؟ ما أنتوا كل يوم هنا. اجعله عامر يا سلامة. مع السلامة يا أخويا، مع السلامة حبيبي. نروحك بقى. حاكم بشير ايده تقلت عليك المره دي قوي. لا معلش، اتكل على الله انت يا سلامه. انا عندي مشوار مهم لازم اعمله. بشوقك. ايه اللي بتعمليه ده يا سيد نكسه؟ ده ماسك يا حاج. ماسك؟ فين عزيزي؟ راحت تقطر عربيه عمتي بقى كده من غير ما تقول لي. عيشه خواجات بقى يا رشرش. طب قومي شيلي اللي هينشا على وشك ده، قومي شوف عمتك تكون محتاجه حاجه. شوفها ازاي يعني يابا؟ ما هي كويسه اهي فوق. يا بنت خلي عندك شويه دم، عمتك قاعده لوحدها، شغاله ما جاتش، وحتى بنتها مش قاعده، تكون تعبانه محتاجه حاجه، الامر ما يسلمش. طب ماشي يابا، استناني بس 5 دقايق الماسك هينشف وهطلع لها. حاضر. فز بيك ماسك. اهدي حتى خيار وانا اقول السلطه بتروح فين. وبعدين حاطه ده على عينيكي، الجزر اللي على عينيكي كلبلها فيكي وفي اللي خلفوكي. قومي. هو كله حنان يا بابا، مفيش الا حنان في العيله دي، انا زهقت. كلبلها وتعامله زي امك بلطه. ادخل. ازيك يا عم؟ الحمد لله يا حنان. تعالي. انت عايزه حاجه يا حبيبتي؟ لا والله، ابويا بس بعتني وهو تحت اشوفك محتاجه حاجه ولا تكوني عايزه حاجه. لا كتر خيرك، انا كويسه يا حبيبتي، متشكره. بقولك يا حنان. ايوه. هو انت بتفهمي في الفيسبوك؟ طبعا يا عم. عايزه تعملي اكونت؟ لا، هو لو انا نسيت كلمه المرور بتاعه اعمل ايه؟ بتغيريها على طول، دي سهله. فعلا؟ ايه؟ ازاي؟ بصي يا ستي، انت بتطلبي تغيريها من على الفيس، يروحوا هم باعتينها لك على الايميل ده، هو تروحي داخله على الايميل جايباها لطخها على الفيس، ويقدر ما دخلك شر. ولو انا معيش كلمه المرور بتاعت الايميل ده اعمل ايه؟ تريحي روحك بقى يا عمه وتعملي واحد من اول وجديد وخلاص، اصل لازما من كلمه المرور ده هي عشان فيه خصوصيه. شكرا. بس يا عم انا هعمل لك اكونت جديد. لا خلاص متشكره. يا عم والله هعمل لك اكونت، ده ما بياخدش لحظه. خلاص يا حبيبتي متشكره. ماشي. الصبح يا ست مشيره، الصبح اللي اتعمل فيه كده. ايه الصوت ده؟ سامعانا يا ست مشيرة؟ ارتحت كده يا ست هانم؟ انت ايه اللي خرجك؟ عشان بريء زي كل مرة. بريء يا هانم، سامعاني؟ بريء، لكن اللي زينا مهما كانوا براءة لازم نتعلم على وشهم، لازم نقطع عيشهم، لازم نتفحوا قرفكم ويتكرعوا زبالتكم عشان حضراتكم تتكيفوا. يلا يا امجد، يلا يا ولاد بقى عشان نطفي الشمع. يا خبر، كنت عايزه اطفي النور. الله، ايه ده؟ الشمع فين؟ معقولة؟ معلش دلوقتي تلاقيه. يمكن راح هنا ولا هنا. راح هنا ولا هنا ازاي يعني؟ هيتضحك يعني؟ هو قلم؟ معقولة؟ ده كان مغروس في التورته، ده حد شاله بايده. معلش يا رؤية، هاتي أي شمع تاني. لا أنا عايزة الشمع بالقلم بتاعي. معلش يا أمجد يا حبيبي، ما هو كله برضه شمع بينور وبيتطفي. ده مش بيطفي، بنفخ فيه بينور تاني. معلش يا حبيبي. سيدي يا حبيبي، أنت اللي أخدت الشمع؟ لا. قول لي وديته فين وانا مش هقول لابوك. اكتب لي انا ما خدت حاجه. قول لي وديته فين؟ رميته من البلكونه؟ خلاص يا رؤيه، ده عيل. امشي من وشي، غور يلا، اتفضل. معلش يا رؤيه حقك عليا، بلاش تبوظي اليوم. يا ساتر يا رب، يعني الواحد يقول عيل ويفرح مع العيال، يقوم يعمل كده؟ اخص على دي تربيه. استغفر الله العظيم. معلش يا امجد حبيبي، ما تزعلش، ها؟ ما تزعلش، يلا. معلش يا قلبي. يلا. انا هطفي النور. متشكره. معلش يلا هنقول اغنيه عيد الميلاد حافظينها. يلا هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. ريحت ابنك في تربته؟ الله، ايه يا جدع انت؟ ايه الفضايح اللي انت عاملها لنا في الشارع دي؟ ده كلام فضايح؟ ده اللي يهمكم يا ولاد الزوات؟ طب اسمعوا يا عالم، تعالوا شوفوا ولاد الناس بيعملوا ايه في الغلابه. ايه ده؟ في ايه يا خالد؟ الراجل ده كان ممسوك وخرجوه. مش يحمد ربنا ويروح بقى، لا جاي يعمل شويتين قصادنا. الظاهر كده انه بيرمي على قرشين تعويض. مش عايز منكم حاجه، مش عايز منكم حاجه، مش عايز منك حاجه يا ست هانم. أنا سامعاك يا عم صبحي، قولي عايز إيه؟ مش عايز منكم حاجة، مش عايز حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مش هو اللي عمل كده يا زيزي، هيكون مين؟ ها؟ يا ماما اللي بتعمليه في نفسك ده غلط. حاولي تنامي، انت مش بتنامي ساعتين على بعض، حرام عليكي. انت فاكره يعني ان كده هتعرفي تفكري؟ ايه ده؟ اللابتوب ده بيعمل ايه هنا؟ ده المفروض يبقى عند المباحث مش في البيت. مالكيش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة؟ اللابتوب ده معاكي من ساعة ما الظابط كان بيسأل عليه؟ طب معاكي بيعمل ايه؟ أنا كنت ناوية أوديه بعد العيد يتصلح. ومخبياه ليه يا ماما؟ مش عايزاهم يوصلوا للي عمل كده في فارس؟ لا مش عايزاهم يوصلوا. ليه؟ عشان قبل ما هيوصلوا للي عمل كده هيوصلوا لزيزي الحاجات كتير أخوكي عملها. ماما فارس بقى بين ايدين ربنا، هيحصل له ايه اكتر من اللي حصل له؟ زيزي يا بنتي، عايز تفضحي اخوكي؟ ربنا ستره، نفضحه احنا؟ طب انتي فتحتيه؟ عرفتي ايه اللي فيه؟ قلت لك مالكيش دعوه، انا هتصرف. ماشي يا ماما، براحتك. بس أنا عايزاكي تسألي نفسك سؤال، أنت فعلا خايفة على فضيحة فارس؟ ولا خايفة على حاجة تانية مش عايزة تقوليها؟ انت عايز تفضحني؟ عايزهم يقولوا ان بعد ابوك ما مات ما عرفتش تربي؟ انك تربيه نسوان؟ ما ترد عليا. انا مش قلت لك هناك لما نروح هعمل لك زفت عيد ميلاد وهجيب لك زفت شمع ملون؟ قلت ولا ما قلتش؟ انا بص لي هنا. اسمع يا فارس، انا عايزه عينك تبقى مليانه، اوعى في حياتك تبص لحاجه حد ابدا، فاهم؟ ابدا. هات حضن. يعني العمال دول كويسين يا عم خليل؟ حضرتك ما تشيليش هم، انا افهم في الشغلانه دي كويس. طب ده انا اللي شرط على الاستاذ بهاء الله يرحمه ان هو يشتري الكساره، ها ساعه ما كان بيحكي ان هو عايز يبيع الارض اللي ورثها. ها اتكل على الله واكلم الناس. ماشي يا عم خليل. الله ينور عليكي، اهو كده. وإن شاء الله بعون ربنا الكسارة هيبقوا 2 وبدل العامل 100. يا رب يا عم خليل. بهاء الله يرحمه كان بيحلم يعمل مصنع كبير للبلاستيك يحط فيه الأزايز وتطلع حاجة تنفع الناس. تفتكر هنقدر نعمل كده يا عم خليل؟ إن شاء الله. ارمي حمولك على الله وهو هيفرجها من وسع، وأنا جنبك هخليك إن شاء الله تعملي كل اللي نفسك فيه. أنا واثقة فيك يا عم خليل، وبهاء الله يرحمه كان بيحبك قوي وبيثق فيك جدا. حبي يأذيه الديوخ من كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حبي يأذيه الديوخ من كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. صفحة قديمة خلاص وهي تتنسي كالعادة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة.